اوكي هذا سلايد عندنا هنا عندنا سلايد الليمف نود هسه هاي على القوه 4 هسه احنا لازم نشوف يعني كلها نورمال اول مره نشوفها زين طبعا هي بيها اكثر من يعني مكان صار بين كروسز بس هاي احنا اول شيء نخلي السلايد على 4 ونشوف يعني السسبكتد اريا وبعدين نقرب عليها هسه هاي الليمف نود هنا هاي المنطقة هاي بالضبط بالنص صايرة فاتحة هي هاي هنا عندنا النكروتك اريا طبعا هاي تيبركلوسيس اوف ذا ليمف نود زين طبعا هي الليمف نود بشكل عام متكون هاي البرة الخارجية الكبسول وهاي من هنا الداخلية هو الليمفود تيشيو زين هسه راح اقرب خليها هاي ساعه الاربعة هسه ساعه العشرة هاي ما هسه هاي النورمال هاي البرانية هسه هاي طالعة هاي الكبسول من هنا برا وبعد جواها الليمفود تيشيو هذا اللي بدا يصير احمر الامورفس الامورفس يصير امورفس وجرانيولار اند ايزونوفيليك ماتيريال هاي الكيزياس هاي هسه يعني طالعه بالمجر كلها هاي منطقه النكروسيس تكون امورفس جرانيولار اند ايزونوفيليك ان ايزونوفيليك ماتيريال وهسه هاي بعد دخلنا جوا هاي شنو صارت الليمف نود بها الماتيريال يعني بها الليمفود تيشيو هاي هسه هي المنطقة المطلوبة اللي هي تيوبركلوسيس اوف ذا ليمف نود هاي على 10 وهاي على 4 لازم تتميز يعني خليها على 4 اول شيء شوفها وينها ونقربها على 10 ولازم ايدنتيفاي ذا تيشيو وشنو يعني الحالة فهاي هاي الليمف نود طبعا هي بيها غير مناطق ما متأكد منها بس اكو غير مناطق بيها نكروسيس اوكي هاي كلها الليمف نود هاي المنطقة المطلوبة